قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. أشار بلينكن إلى ضرورة وجود خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مؤكدا رفض ثلاثة احتمالات في غزة بعد الحرب، وهي السيطرة الإسرائيلية أو عودة حماس للسلطة أو الفراغ والفوضى. كما شدد الوزير الأمريكي على تركيز الجهود لعدم توسع الحرب في غزة لحرب في شمال إسرائيل.